نسوي run. enter number one، خلي ياخذ أول مرة العدد الأول هو الأكبر 12، العدد الثاني مثلا 4، فالمفروض يطبع لي the largest number is 12. the largest number هو عدد 12. نص شوي يصير مشاكل برنامجين، عندي 32 و16، فأضطر لازم أغلق البرنامج الإديتر وأرجع أشغله من جديد. سوي ران. هالمرة أريد العدد الثاني هو الأكبر، فإذا أنطيت 34 والعدد الثاني هو 199، راح يطبع لي the largest number is 199. زين إذا بالعكس أريد أكبر أصغر عدد، فراح أختبر نفس البرنامج بس مكان ما أطبع العدد الأول الأكبر، أريد هالمرة يطبع لي العدد الأصغر، فالاختبار راح يكون بالعكس عندي. إذا number one أصغر من number two، راح أطبع لي the smallest number is number one، وإذا العدد الثاني أصغر من العدد الأول أطبع لي the smallest number، العدد الأصغر number is number two. أنا عدلت على البرنامج نفسه، فراح أخزنه باسم آخر، أسوي له save as. هالمرة بمكان large number راح أسميه smallest small number. فراح أسوي run. قيمة العدد الأول 12، قيمة العدد الثاني 45، في المفروض يقول لي أصغر عدد هو العدد 12. أسوي run مرة ثانية. هذه المشكلة بالإديتر. هالمرة أخذ العدد الثاني هو أصغر من العدد الأول، فإذا أعطيت العدد الأول 23 العدد الثاني 4، يطبع لي the smallest number is 4. أريد أخذ احتمالية أن العدد الأول يساوي العدد الثاني، فأضيف تعليمة إف ثالثة، إف num1 يساوي num2، العدد الأول يساوي العدد الثاني، طبع لي see out number is equal to number number two. البرنامج فإذا أخذت العدد الأول مثلا 54 والعدد الثاني 54، راح يعبر الاختبارات، لا هو أصغر لا هو أكبر، فالنمبر 1 is equal to number 2. ممكن أن أجرب كل القيم أو كل العوامل العلاقية اللي أخذناها من المحاضرات السابقة، فأنا كتبت برنامج حضرته سابقا لكم، برنامج سميته relational operator، اختبرت به كل الاحتمالات، فعندي متغيرات 2 A و B. اجي اول اختبار enter the value of two numbers، ادخل قيمة ال A وقيمة ال B، اذا كانت ال A تساوي B اطبع لي A is equal to B، اذا كانت ال A اكبر من ال B اطبع لي A، إذا كانت الـ A أصغر من الـ B اطبع لي A is less than B، إذا كانت الـ A أكبر من الـ B اطبع لي A is greater than B أكبر من الـ B، إذا الـ A أقل أو تساوي B اطبع لي A is either less than or equal to، الـ A هي أصغر أو تساوي
بي، وإذا كانت الأي أكبر أو تساوي بي اطبع لي الأي هي أكبر أو تساوي البي. فخلينا ننفذ هذا البرنامج ليأخذ لي كل احتمال علاقية. فمثلا أخذ العدد 23 والعدد 67، خلينا نشوف شنو الثاني. حسب البرنامج 23 هي أقل من 67، والاحتمال الثانية 23 هي is either less than or equal to 7، يا أما أقل أو تساوي 67. كنا نأخذ اختبار ثاني، مثلا العدد 55 والعدد الثاني أيضا 55. فأول احتمال ينطيني 55 is equal to 55، 55 تساوي 55، 55 is either less than or equal to 55. حسب الاختبار يا إما هي أقل أو تساوي 55، 55 هي أكبر أو تساوي 55، فيأخذ كل الاحتمالات المتحققة الصحيحة وينطيني نتائجها. يعني اللي هنا راح ننهي محاضرة اليوم اللي هي عن العوامل العلاقية، وإن شاء الله على المحاضرة الجاية راح نطبق العوامل المنطقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.